احنا كده اتكلمنا على كل السنسورز الموجودة، اتكلمنا على البريشر سنسور، اتكلمنا على الفلو سنسور، اتكلمنا على الجاس سنسورز زي الاكسجين والسي او 2 سنسورز. نبدأ دلوقتي نتكلم على الاكتويترز. بالنسبة للاكتويترز بيبقى اول حاجة واهم واحد من الاكتويترز اللي احنا بنستعملهم حاجة بنسميها بروبورشنال سولينويد فالف. السولينويد فالف باي ديفينيشن هو بيبقى عبارة عن حاجة زي الريلي كده، بس بدل ما بيكونترول الاون اوف بتاع كارنت مثلا، او يعني ان هو يعدي ان هو يبقى كأنه سويتش مثلا بيفتح ويقفل بحسب تغير الكارنت اللي ماشي في الكويل، لا احنا بنستعمل الكويل ده عشان نحرك حاجة مثلا زي مثلا هيد معينة كده، علشان حسب البوزيشن بتاع الهيد دي بيبقى في عندنا نسبة فلو ريت بتتناسب مع ده مفتوح بنسبة قد ايه. يعني هدفي ان يبقى في عندي ديفايس بالشكل ده كده، عندي حسب الكويل كارنت، الكارنت اللي ماشي عندي هنا في السولونويد بيبقى فلو ريت بتاعي بيعتمد على الكارنت ده بشكل لينير. طبعا ده ممكن يبقى كستراكشر داخلي بيبقى من المنظر ده كده، كاكسترنال لوك بيبقى شكله عامل كده. وطبعا زي ما احنا شايفين كل ما احنا بنحرك الهيد دي كل ما بنطلعها لفوق كل ما بيبقى فيه فلو بيمشي بشكل اسهل، بيبقى الفلو بيبقى ماشي اكتر، كل ما بقفله ممكن اكشلي انزل بيه كفايه بحيث ان هو يبقى كومبليتلي كلوز. فبالتالي الفكره الاساسيه اللي هي ورا البروبورشنال سولينويد فالف ان الكونستريكشن بيعمل significant pressure drop وبالتالي بيغير لي الفلو. يعني انا كل ما اعمل constriction، كل ما اعمل ضيق هنا في المسار بتاع الغاز، التغير في المسار دوت او ضيق المسار دوت بيخلي البريشر يقل وبالتالي الفلو ريت بيقل. وبالتالي احنا بنتحكم في الكونستريكشن دوت وبالتالي بنتحكم من خلاله في البريشر والفلو اوف جاسز. الاستعمالات بتاعته الحقيقه ممكن نلاقيها في الانسبيراتوري فالف، نتحكم فيه في الكنترول بتاع الفنتيليشن مود ديليفري. يعني مثلا لما اكون عايز اعمل بريشر كنترول مثلا بحط البريشر بالويف فورم اللي انا عايزها عن طريق ان انا اغير البوزيشن بتاع الكونستريكشن ده. وممكن استعمله في الاكسبيراتوري فالف. الاكسبيراتوري فالف الحقيقه الكنترول فيه بيبقى كنترول على البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، فهو بيسكلي بس بيفتح لنسبه معينه مش بيفتح كومبليتلي علشان يمينتين سيرتن بيب از سيت باي ذا يوزر. طبعا واحد من الاستخدامات بتاعه البروبورشنال فالف الحقيقه هي في الميكسنج اللي هو الجزء بتاع الاير اكسجين بلندر. لو انا بتكلم على ان انا دلوقتي داخل لي هنا اكسجين وداخل لي هنا اير، علشان اقدر اعمل ميكسنج هنا بشكل سليم لو انا حطيت هنا بروبورشنال فالف وهنا بروبورشنال فالف وحطيت نسبه الكونستريكشن هنا وهنا بحيث ان انا الفلو ريت هنا يبقى بنسبه غير هنا، بقدر اعمل ميكسنج بالريشيو اللي انا عاوزه. يعني لو انا عايز فرضا 50 50، عايز انا يعني النسبه بتاعت ده هنا 50 50، طبعا لازم اراعي ان في عندي في الاير هنا جزء من الاكسجين، يعني 21% اكسجين، بيبقى في عندي هنا طبعا 100% اكسجين. ممكن من ايكويشن بسيطه الحقيقه اشوف النسبه اللي انا عايز نسبه الكونستريكشن هنا كام لكام هنا علشان اقدر اطلع في الاخر الميكشر اللي انا عاوزه. طبعا زي ما هنتكلم بعد شويه احنا عندنا الكلام ده برضه بيعتمد على التايدال فوليوم. يعني بتكلم ان انا ما ينفعش مثلا ان انا اعمل كونستريكشن هنا واخلي الفلو ريت يبقى قليل جدا فبالتالي الفوليوم اللي طالع هنا يبقى قليل، لا لازم اخلي الاثنين يبقوا نسبه لبعض، يعني هما الاثنين مفتوحين بنسبه معينه لبعض هما الاثنين يسمحوا بالفلو ريت اللي يديني التايدال فوليوم اللي انا عايزه. فبيسكلي بناء على السيت فراكشن انسبيراتوري او 2 والتايدال فوليوم بحدد الكنترول بتاع التو بروبورشنال فالفز دول اللي هم بتوع الاكسجين وبتوع الاير، وبالتالي بقدر من خلالهم ان انا اطلع الميكشر اللي انا بستعمله في الانسبيريشن بشكل سليم.